الرواية واضحة التي قرأتها عليكم قبل قليل من أننا إذا أردنا النجاة في هذه المرحلة، في مرحلة الاحتضار وزهوق الروح، الإمام بين لنا ومن جملة ما بينه لنا أن نكرم كل من يذكرهم وينتحل مودتهم حتى لو كان كاذبا. لو كان كاذبا قطعا إذا كنا لا نعلم كذبا، أو حتى لو كنا نعلم كذبا ولكن في إكرامنا له هو نشر لحب أهل البيت وتشجيع للآخرين وإحياء لأمرهم، نكرمه ونصبر عليه حتى لو كان كاذبا لكنه يتظاهر بحب آل محمد. أنا أسألكم، أقول أنتم تقتلون أنفسكم على مراجع يحاربون أولياء أهل البيت ويكرمون القطبيين والمتشبعين بالفكر الناصبي ويدعونكم إلى الاستماع إلى الخطباء الذين يبثون الفكر الناصبي ويربون الخطباء على هذه الطريقة ويشجعون الحسينيات والفضائيات التي تنشر الفكر القطبي، وفي الوقت نفسه يحاربون الاتجاهات التي تدعو إلى فكر علي وآل علي ويحاربون أولياء علي وآل علي وتقتلون أنفسكم لنصرتهم، أن تكونوا عبيدا وصنميين لهم وتتوقعون بعد ذلك النجاة من العديلة عند الاحتضار؟ مجانين أنتم، عقلاء، كيف تفكرون؟ هذا منطق العترة. أنا أقرأ عليكم الآن من كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق، كتاب معروف وهو كتاب صغير، الحديث 14. عن أحمد ابن محمد الخزاز قال: سمعت الرضا يقول، إمامنا الرضا، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، أو أهل البيت، القراءتان صحيحتان، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت أو أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. قطعا هذا لا يكون عاملا أجيرا ولا يكون أستاذا جامعيا، الحديث عن زعماء الدين، عن مراجع الطائفة. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، لأن الناس لا تأخذ ميزان التقييم من هو يوالي أهل البيت ومن هو يعادي أهل البيت من المهندس أو من أستاذ الجامعة، يأخذون الميزان من المراجع، يسألون المراجع: هل هذا من شيعة أهل البيت أو هذا من أعدائهم؟ فيفتي المراجع لهم بأن أولياء أهل البيت من أعداء أهل البيت، والذين هم في مكان بعيد عن آل محمد من القطبيين، من الصوفيين، من الشافعيين، من المعتزليين، من كل الاتجاهات، هم المراجع أنفسهم من هذه الاتجاهات أيضا، يفتون لكم بأن هؤلاء هم الثقات وهم الجهات التي تأخذون دينكم منها. الإمام يقول عن هؤلاء: هؤلاء أشد فتنة من الدجال، هؤلاء المراجع. الإمام الرضا يقول: ما أنا الذي يقول،
إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ كيف يكون هذا؟ قال: بموالاة أعدائنا، بموالاة القطبيين، ومعاداة أوليائنا. إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر، فلم يعرف مؤمن من منافق. وتريدون بعد ذلك أن تنالوا النجاة عند الاحتضار أو عند زهوق الروح. في أحسن الأحوال نحن كما قال أمير المؤمنين، نحن أمرنا مبهم، هذا في أحسن الأحوال. إذا لم نكن قد فقدنا إيماننا عند الاحتضار أو عند زهوق الروح، خصوصا إذا أضفنا دعاء العديلة أيضا، وحضر عندنا معمم قطبي يلقننا هنيئا لنا، هنيئا هنيئا لنا، عود نقبض من دبش بعدين. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له: يا ابن رسول الله، بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. أنتم بإمكانكم امتحنوا مراجعكم، امتحنوا وكلاء المراجع، امتحنوا رجال الدين، امتحنوا أصحاب العمائم، ادخلوا إلى الإنترنت، استمعوا إلى من يتحدث من الشيعة، ابحثوا عن متحدث يتحدث كثيرا عن أهل البيت، وابحثوا عن متحدث يتحدث كثيرا بفكر أعدائهم، بفكر الفخر الرازي، بفكر الشافعي، بفكر المعتزلي، بفكر سيد قطب، وسألوا المراجع عن هذين، عن أي شخصين، لا على نحو التحديد، فإن المراجع الكرام سيقولون لكم عن المتحدث بأحاديث أهل البيت: هذا رجل أمره مريب. وبعد ذلك يقولون لكم: هذا مكتبة شيعية متنقلة، هذا ناطق رسمي باسم آل محمد، هذا وهذا وهذا وذاك. لا تحدثوا عن شخص بعينه، ربما ينسبق إلى ذهنكم مثلا كأنني أقصد نفسي وكأنني أتحدث عن الشيخ الوائلي. أنا أعرف هذه المعاني ستنسبق إلى أذهانكم، والله لا أقصد هذه المعاني، قد تكون هذه الأسماء من المصاديق لكنني ما قصدتها. بشكل عام أتحدث، أقول ادخلوا إلى الإنترنت وابحثوا عن أي شخص يتحدث دائما عن آل محمد، وعن شخص آخر يكرع في الفكر الناصبي، سلوا المراجع سيوثقون لكم الذي يكرع في الفكر الناصبي دائما، سلوهم جميعا بلا استثناء. ما هو هذا ذوقهم، هذه طريقتهم، هذا منهجهم، هذا واقعنا الشيعي. أنا لا شأن لي بسياستي، لا أريد أن أتحدث عن السياسة، ولا أريد أن أنظم أمور الشيعة السياسية، لا شأن لي بها. لا أتحدث عن المرجعية والتقليد والأخماس، لا شأن لي بها. لا أريد أن أنافس أحدا، ولا أريد أن أشارك أحدا، ولا أريد أن أدعو لأحد أو أن أبعد الناس عن أحد. أنا أريد أن أحدث الشيعة عن أسباب نجاتهم عند موتهم، الأحياء وغسلنا أيدينا منهم، الآن تحولنا إلى الأموات، فقد نجد زاوية، مكانا نستطيع أن ننفع ميتا على الأقل. إذا كنا عاجزين عن نفع الأحياء بفكر آل محمد لأنهم لا يريدون فكر آل محمد، علنا نجد شخصا
ميتا ربما ينتفع، هذا إذا أراد الأحياء أن ينفعوا. أنا أقول لهؤلاء الذين يعملون في تجهيز الموتى، في التغسيل، في التدفين، في التكفين، إذا ما أردتم أن تقرأوا عندهم أو تلقنوهم بالزيارة الجامعة الكبيرة باعتبار أن هذا شيء قد لا يرتضيه مراجعنا الكرام، لا أدري يرتضونه لا يرتضونه، هذا أمر راجع إليهم، ويريدون منكم أن تلقنوا الموتى بدعاء العديلة، على الأقل اتركوهم لا تلقنوا الموتى بدعاء العديلة، على الأقل اتركوهم اتركوهم، لعل إبليس يرحمهم، لعل إبليس يرحمهم. لماذا أنتم تكونون أشد عليهم من إبليس؟ لعل إبليس يكون مشغولا فيتركهم، لعل رحمة الإمام تحل عليهم، وإن كانت رحمة الإمام هي الأخرى بحاجة إلى أسباب، إلى مؤهلات، وإلا فإن الأمور ستختلط، وحينئذ سيتساوى الخير والشر. أعود إلى أحاديث أهل البيت. أنا أقرأ عليكم من هذا الكتاب صفات الشيعة، الحديث 15 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: من أحب كافرا فقد أبغض الله. الكافر مثل ما اتفقنا بغض النظر قبلتم كلامي أو لا، الكافر بحسب ثقافة العترة في مرحلة التأويل التي نحن فيها الآن منذ بيعة الغدير، والتي علماء الشيعة ما دخلوا فيها، بقوا على مرحلة التنزيل على منهج السقيفة، هذه هي مشكلة مراجع الشيعة، من أنهم بقوا في مرحلة التنزيل، في بعض الأحيان يخرجون قدما إلى مرحلة التأويل ثم يندمون على ذلك ويسحبون أقدامهم فيعودون إلى مرحلة التنزيل. سأتحدث عن هذه القضية حينما أحدثكم عن العقائد المستلة من عميق الكتاب وعميق حديث العترة الطاهرة في الحلقات الأخيرة في الأيام الأخيرة من هذا الشهر الشريف. الكافر هو الكافر بعلي، هذا هو الكافر، من كفر بعلي هذا هو الكافر الذي يتحدث عنه القرآن. أنا لا أقول هذا الكلام كلاما مزاجيا، عودوا إلى تفسير الإمام العسكري من أوله إلى آخره، عودوا إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو تفسير الباقر والصادق، عودوا إلى تفسير العياشي وهو تفسير علي وآل علي، هذه تفاسير الأئمة، عودوا إلى تفسير فرات ابن إبراهيم، عودوا إلى بقية جوامع الحديث التفسيري، كلها تصرح بهذه الحقيقة من أولها إلى آخرها. منطق غريب عليكم؟ نعم، لأن ثقافتكم ثقافة ناصبية، أخذتموها من الحوزة الدينية من أصحاب العمائم الذين ملئت رؤوسهم بالثقافة الناصبية، فماذا نصنع؟ هذه هي الحقيقة التي أنتم لا تريدون أن تقبلوها، هذه الحقيقة من الآخر، ابحثوا عنها بأنفسكم، أنتم ابحثوا عنها بأنفسكم. أنا أذكر لكم المصادر، الوثائق عبر مئات ومئات ومئات من الساعات موجودة على الإنترنت. حين أقول مئات ومئات ومئات من الساعات، فعلا هناك مئات من الساعات ومئات أيضا من الساعات، وإذا بقينا أحياء ستأتينا أيضا مئات أخرى من الساعات.
فإن مصطلح مئات يطلق على 300. وأنا عندي من البرامج بعض البرامج عدد ساعاته قد يصل إلى 700 ساعة، برنامج واحد قد يصل إلى 700 ساعة أو أكثر، هذا في برنامج واحد، وبرامجي عديدة وكثيرة جدا. أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق: من أحب كافرا فقد أبغض الله، ومن أبغض كافرا فقد أحب الله. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: صديق عدو الله عدو الله، صديق عدو الله عدو الله، في نص ينقله الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص: صديق عدو علي عدو علي. كلام واضح، هو المضمون نفسه. الحديث 17 عن المعلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله، سمع الإمام الصادق يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد بحسب الظاهر، ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون، وفي نسخة تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، فليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب لكم، هناك تقدير، ولكن الناصب لكم، ولكن الناصب لكم وهو يعلم أنكم تتوالون وتتبرؤون من أعدائنا. القضية واضحة، مدار الأمر العقيدة. المشكلة الكبيرة في واقعنا الشيعي: مراجع الشيعة يقضون حياتهم في الجزئيات في الفرعيات، ولذا يؤلفون المؤلفات الكثيرة في الفرعيات في المسائل الفرعية في دائرة الفتاوى، وتراهم حتى لو تكلموا في العقائد لا يملكون علما، لا أقول لا يملكون علما واسعا، حتى أدنى مستوى من مستويات العلم لا يحيطون به. الدليل كتبهم، الدليل أجوبتهم، الدليل عجزهم العلمي. إذا لم أكن دقيقا في كلامي وكنت مفتريا وظالما لهم فليحدثونا ليتحدثوا. هذا شهر رمضان، شهر التبليغ وشهر الحديث، ولا تخدعون بقولي أنهم مشغولون، أبدا لا هم مشغولون، ما هو شغلهم هو هذا، ولا تخدعون من أنهم لا يبالون بقولي وكلامي، والله يتابعون برامجي دقيقة دقيقة، لا يخدعونكم. ولا تخدعون بأن يقولوا لكم السكوت عن هذا الرجل أفضل بحسب التعابير العراقية، لا تكبروا الرأس، ولكن هذا هراء،
هذا هراء. هناك كثير من الناس يتأثرون بحديثي، واجبهم أن يرشدوا هؤلاء الناس. إذا ظهرت البدع وظهرت الفتن، ما أنتم تقولون عني من أنني صاحب فتنة؟ إذا ظهرت الفتن فيجب على العالم، يجب عليكم أنتم أيها المراجع أن تظهروا علمكم بالحقائق والأدلة والبراهين، وإلا فعلى العالم الذي لا يظهر علمه حين الفتن فعليه لعنة الله، وفي الروايات يسلب منه نور الإيمان. إذا ظهرت الفتن يجب على العالم أن يظهر علمه. قد يضحكون عليكم يقولون هذا الرجل جاهل لا قيمة له، وهؤلاء مراجعنا الكبار العظماء، ما هم أحسن حالا من آل محمد، ولا أنا أسوأ من عمرو بن العاص ومعاوية، ما أئمتنا تحدثوا مع هؤلاء ومع من هم أسوأ من هؤلاء، وفي دائرة ضيقة في مجالات ضيقة جدا، لا توجد فضائيات ولا توجد وسائل إعلام. الآن أنا أتحدث في مساحة واسعة، على التلفزيون قناة فضائية تشتغل 24 ساعة والكلام يعاد ويبث، على الإنترنت الشبكة العنكبوتية فيها الكثير من المواقع، أحاديثي موجودة فيها، على مستوى طباعتي هناك الكثير من المطبوعات على الإنترنت أو على الأرض، على مستوى اللقاءات المباشرة مع الناس هناك الكثير من اللقاءات، فهناك جيل من الناس تأثر بكلامي، فيجب عليكم أن تردوا على كلامي هذا إن كان فتنة وإن كان ضلالا، وإذا كان صحيحا يجب عليكم أن تصححوا الواقع وفقا لهذا المنطق. ما هو منطقي؟ هذا منطق محمد وآل محمد، ترفضون ذلك؟ ادلوا بدلائكم، تحدثوا كما قلت قبل قليل، لا أنتم أشرف من آل محمد ولا أنا أسوأ من عمرو بن العاص، وافترضوني أنا كعمرو بن العاص وأمثال عمرو بن العاص، الأئمة تحدثوا معه وفي دوائر ضيقة لبيان الحقائق، لماذا أنتم ساكتون؟ تحدثوا، بينوا الحقيقة أين، واكشفوا لنا عن عقائدكم التي تعتقدون بها. أنا صريح واضح، هذه عقائدي، تقولون عنها ضلال، ما هي عقائدكم الصحيحة؟ دلونا على مصادرها. حين أتحدث عن عقيدتي إنني أضع مصادرها بين يدي الجميع، أنتم ما هي مصادر عقيدتكم؟ دلونا عليها، من أين جئتم بأصول الدين الخمسة؟ من هو أول من وضع هذه المنظومة؟ جئونا بمصدر واضح صريح من دون لف ودوران. اللف والدوران هذه حرفة العاجز، تكلموا بصراحة، تحدثوا بصراحة، وبينوا لنا الحقيقة. إذا كنتم عاجزين عن الكلام وعن الحديث باللغة العربية، تكلموا بأية لغة. أنا لا أتحدث عن لغة معينة، ربما بعضكم لا يحسن أن يتكلم باللغة العربية فليتكلم بلغته الأم. نحن هنا لا نبحث عن البلاغة والبيان، نبحث عن المضامين. المضامين يمكن أن تبين بكل لغة من اللغات، أنا لا أتحدث عن العربية هنا، عن أي لغة من اللغات وتترجم، تترجم المضامين. أنا أقول للشيعة، إذا كان مراجعنا فاشلين في دائرة اختصاصهم، هم يعجزون عن أن يتكلموا بلغة فصيحة واضحة، مع أن أحد شرائط
الفتيا والاجتهاد بحسب ما يقولون، أن يكون لهم إلمام دقيق بالعربية، وإلا كيف يفتون وكيف يستنبطون المعاني؟ إذا كانوا عاجزين عن بيان الحقائق بألسنتهم، المفروض إذا ما خرجوا علينا وتكلموا أن يبهرونا بكلامهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم عنده أكثر من 30 لقب، ألقاب: الإمام الفلاني، المرجع الأعظم، المرجع الأعلى، المرجع الكبير، المرجع الأعلم، الفقيه الرباني، العالم الصمداني، المحقق المدقق، آية الله العظمى، حجة الإسلام والمسلمين، نائب الإمام الحجة، فلان فلان فلان. كل واحد منهم عنده سلسلة من الألقاب. المفروض إذا ما خرجوا علينا أن يتحدثوا، أن يبهرونا بحسب هذه الألقاب. إذا لم يكونوا أهلا لهذه الألقاب، لماذا يتلقبون بها؟ ما هذا دجل؟ المفروض أن يخرجوا علينا ويبهرونا بحديثهم. أنا أقول لشيعتي: إذا كان مراجعنا عاجزين وفاشلين في مجال اختصاصهم، أنا ما طالبتهم هنا أن يصنعوا لنا طائرة، ولا أطالبهم بذلك، فهذا ليس من اختصاصهم. ما هم بصانعي طائرات، ولا هم بمهندسي طائرات، ولا طالبتهم أن يجروا عملية جراحية، فما هم بأطباء جراحين، وليس من واجبهم هذا، وليس من نقص فيهم أن لا يحسنوا أن يقوموا بعملية جراحية لمريض من المرضى، ولا طالبتهم أن يبنوا عمارة أو ناطحة سحاب، فذلك ليس من شغلهم وليس من اختصاصهم. أنا أطالبهم أن يتكلموا، هذا هو مجال اختصاصهم، مجال اختصاصهم الكلام الحديث. إذا كانوا فاشلين وعاجزين في مجال اختصاصهم، فكيف نتوقع منهم أن يكونوا ناجحين في المجالات الأخرى؟ أنا هنا لا أريد أن أنتقص منهم، إنما أريد أن ألفت نظر الشيعة إلى هذه القضية. من أنكم تتوقعون من المرجعية أن تكون قائدة لكم في الجانب الاقتصادي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، في كل جوانب الحياة، ما من مشكلة تطرأ في حياتكم إلا وقلتم: ماذا تقول المرجعية؟ إذا كانت المرجعية فاشلة في تخصصها، إذا كان المرجع عاجزا عن أن يتكلم بشكل صحيح، إذا كان المرجع عاجزا عن أن يوضح لنا عقائده بالشكل الكامل الواضح، فكيف يتوقع من أن يكون ناجحا في المجالات الأخرى؟ لا شأن لي به أكان عاجزا فاشلا ناجحا، فليكن ما يكون، ولكن لا تتوقع من جهات كهذه الجهات أن تكون سببا في نجاتكم عند موتكم. أنا لا شأن لي بالأحياء كما قلت قبل قليل. لا أريد أن أتحدث عن السياسة وأحوالها، ولا عن المرجعية والتقليد والأخماس، لا شأن لي بكل هذا، ولا أريد أن أتحدث عن أحوال الأحياء أبدا. أنا أتحدث هنا عن أحوال الأموات،